بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر الناصر المحترم، السادة الحضور جميعا من الأكاديميين والباحثين والمهتمين من الجامعات الأجنبية والعربية والعراقية، وبخاصة ضيوفنا الكرام من المملكة المغربية العزيزة، أسعد الله أوقاتكم جميعا. نلتقي وإياكم عبر منصة كلية الآداب الدولية، منصة كلية الإبداع والجمال في الجامعة المستنصرية، ويسعدنا أن نبدأ محاضرتنا بنشيد كلية الآداب كلية الإبداع والجمال. شمس العلوم وبهجة الألباب، قلم البديع وحب كل كتاب، كلية حرف الخلود وفتحات، للعلم والإبداع أعظم باب. ارفع جبينك، ارفع جبينك، ارفع جبينك، أنت في الآداب. كان هذا نشيد كلية الآداب كلية الإبداع والجمال. شكرا جزيلا لعمادة كلية الآداب، شكرا جزيلا لمن كتب شعرا، كتب النشيد شعرا، ولمن لحنه، ولمن صوره، ولمن أخرجه، ولمن أجرى المونتاج. عمل جميل ومتقن. هنيئا لكلية الآداب هذا النشيد بألفاظه ومعانيه ولحنه. سيداتي وسادتي الحضور، نرحب أجمل ترحيب بكم مجددا، ونرحب أيضا أجمل ترحيب بعلم من أعلام الفكر والاجتماع والأنثروبولوجيا، الأستاذة الرائعة المبدعة فكرا وثقافة، الأستاذة الدكتورة كنزة القاسمي، وهي من المملكة المغربية العزيزة، والتي تسعدنا في هذه الأمسية الجميلة بتقديم محاضرتها الفكرية الثقافية، محاولة لفتح النقاش حول أولوية المأسسة للرعاية الاجتماعية. أمسية فكرية ثقافية مميزة نتمناها لكم في منصتنا، منصة كلية الإبداع الدولية. أعزائي الحضور الكرام، الآن أتلو عليكم السيرة العلمية والفكرية الموجزة للأستاذة الدكتورة كنزة القاسمي. الدكتورة كنزة القاسمي حاصل على الدكتوراه بجامعة بوردو فرنسا، وهي أستاذة باحثة في السوسيولوجيا وأنثروبولوجيا العالم الإسلامي بجامعة ابن زهر كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكادير المغرب، رئيسة قسم علم الاجتماع، وأرجو التنويه أنه هناك من يقول رئيس قسم علم الاجتماع، ويبدو أنه بعض اللغويين أجاز رئيسة ورئيس للتنويه فقط. نعم، رئيسة قسم علم الاجتماع في الكلية نفسها،
وعضو مؤسس لمختبر البحث في العلوم الإنسانية في أكادير، فضلا عن ارتباطها بمختبرات بحثية أخرى. قدمت الأستاذة مجموعة من المداخلات الوطنية في جامعات مغربية ودولية مثل مصر وفرنسا وألمانيا وأمريكا والعراق، في جامعة المستنصرية وجامعة القادسية ثم جامعة بغداد عفوا، وفضلا عن ذلك الخرطوم في السودان. لها مجموعة من البحوث المنشورة باللغتين العربية والفرنسية ومشاركات في كتب جماعية، وفضلا عن 4 كتب، 2 هما عبارة عن ترجمة من اللغة الفرنسية للعربية، واثنين هما كتابان باللغة الفرنسية. فباللغة الفرنسية يعني الكتابان باللغة الفرنسية، الكتاب الأول طبعا ترجمته للعربية وليس العنوان بالأصل الفرنسي، هو تمظهرات الفكر الحر في العالم الإسلامي، وترجمة الكتاب الثاني العالم العربي من النقلتين الكبيرتين إلى المسمى ربيع عربي. في مجال الترجمة لها أيضا عدة كتب، أبرزها ما بعد التجمعات أو المجتمعات الذكورية، ما بعد المجتمعات الذكورية، وكتاب المواقع والحظوظ، وهي الآن تتشرف بكتابة فصلين عن تعنيف النساء في محاولة للفهم والعنف اتجاه النساء في العالم العربي الإسلامي. وفضلا عن ذلك الأستاذة الدكتورة كنزة القاسمي هي مناضلة حقوقية في قضايا النساء في المجتمع المغربي، وتنصب أبحاثها اليوم في النوع الاجتماعي وقضايا تهم المجتمع المغربي والعربي الإسلامي. سيرة علمية طيبة للأستاذة الدكتورة كنزة القاسمي. أعزائي الحضور، يسعدنا اليوم أن نستمع إلى كلمة السيد رائد المنصة الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم عميد كلية الآداب بجامعة المستنصرية، فليتفضل. تفضل دكتور. شكرا دكتور وسام. أيها الأحبة، أيها الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وسلام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من كل الأقطار العربية ومن كل الجامعات العربية ومن كل الدول العربية والجامعات العراقية وجامعات الأقليم وجامعة المستنصرية في هذه الأمسية الثقافية المعرفية، ونحن نلتقي بعلم من أعلام الفكر العربي الدكتورة كنزة القاسمي، اسم معرفي كبير وثقافي كبير غني عن التعريف، كان لها الفضل حقيقة في هذه المنصة الدولية، وكانت من أوائل الشخصيات التي قدمت في هذه المنصة ودعمتها وأسندتها، وكانت دائمة الحضور في الكثير من المحاضرات الدولية التي قدمت في هذه المنصة المعرفية الثقافية التي أضحت القلب المعرفي الكبير في الوطن العربي. أهلا وسهلا ومرحبا بها، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أصدقائي الأحبة الكرام. حضوركم توهج معرفي لنا، حضوركم أغناء معرفي لنا. أهلا وسهلا ومرحبا مرة أخرى، ونتشرف بدعوة الدكتورة كنزة للتفضل بتقديم المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للسيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم على كلمته القيمة ورعايته الكريمة. تتفضل الآن الأستاذ الدكتورة كنزة القاسمي لتقدم محاضرتها الفكرية المعرفية الثقافية، محاولة لفتح النقاش حول أولوية المؤسسة أو المؤسسة للرعاية الاجتماعية. تفضلي دكتورة. إذن مساء النور للجميع، كل باسمه وصفته. شكرا جزيلا دكتور عبد الباقي على الدعوة، شكرا لكم للترحيب الدائم. يسعدني أن أكون بينكم دائما بهذه المنصة الدولية التي استدعت الكثير من المفكرين عبر العالم، وهي يعني استطاعت أن تمكن من مد الجسور فيما بيننا عبر فتح نقاشات في مواضيع متعددة. شكرا كثيرا. شكرا دكتور
وسام البكري على حسن التواصل وعلى هذا التقديم وعلى إدارة المنصة. إذن يسعدني ويشرفني دائما أن أكون بينكم وأن أشارك في النقاش في النقاشات التي تدور في هذه المنصة الرائعة دوما. إذن بالنسبة للموضوع الذي اخترته اليوم هو يدخل دائما في ضمن اهتماماتي، لأنه أهتم بمواضيع شتى، ولكن الخيط الرابط فيما بينها هو خيط السؤال الاجتماعي الذي يهتم عبر اهتمامه بقضايا النساء والأطفال والمواطن، وأيضا بقضايا المرتبطة بحضارتنا العربية الإسلامية، وأيضا القضايا المرتبطة بالأزمة الهوياتية. كلها قضايا يعني فيما بينها رابط واحد، وهو الإنسان العربي الإسلامي في كل البلدان العربية الإسلامية، عبر واقع يعني له خصوصيته أمام يعني في مقابل تحديات الحضارية التي نعيشها معا وجميعا عبر مستويات، فقط عبر مستويات متفاوتة. إذن بالنسبة لموضوع الرعاية الاجتماعية وأولوية مؤسستها، هو موضوع يشغلني منذ مدة، باعتبار أنني أعتبر بأن السياق الحالي المعاش اليوم يسائلنا جميعا كمثقفين، يقض مضجع الحياة الأكاديمي الذي يتشبث به بعضنا، بل لأن القضايا المصيرية لشعوبنا المرتبطة بالتنمية والنهضة المجتمعية والهويات الوطنية والسيادة أمام الأمم هي رهينة بالاستثمار في الإنسان، في المواطن، باعتباره قيمة عليا مقدسة. ولنضمن الاستثمار في الإنسان نحتاج تدبير ترتيب الأولويات وحسن تدبير المداخيل، لأننا يعني تطرح لدينا الكثير من الإشكالات والأسئلة حول لماذا يعني نحن نستمر في التخلف وفي التراجع، في حين دول أخرى يعني تحقق التقدم والطفرات، وبالتالي نحن نبقى في ذيل الأمم. فدائما كان تفكيري يتمحور حول أنه يعني ما هو السبب، لماذا نحن متأخرون؟ وضمن هذا الإشكال يعني فكرت بأن أولوية الرعاية الاجتماعية للمواطنين هي أساسية، لأن الاستثمار في الإنسان هو الذي يمكن من يعني من توفير الشروط الأولى لتمكين هذا الإنسان من الانطلاق، لتمكين هذا الإنسان من أن يكون مبدعاً، أن يساهم في التنمية، أن يساهم في يعني تطوير بلده، في تخطي العقبات إلى آخره. وبالتالي لما ألاحظ بأنه الكثير يعني كل أوطاننا فيها موارد يعني وإمكانيات طبيعية وإمكانيات متعددة، لكن ما ألاحظه هو أنه لا يتم حسن تدبير هذه الإمكانيات وهذه الموارد. وأعتبر بأن حسن التدبير يبدأ بالدرجة الأولى بترتيب الأولويات، والأولوية تأخذ بعين الاعتبار الإنسان المواطن عبر توفير احتياجاته الأساسية. ثم أثناء بحثي وجدت بأن الرعاية الاجتماعية للمواطنين هي متوفرة عبر مؤسسة يعني ليس عبر منطق الصداقات، لكن عبر المؤسسة في معظم الدول الغربية. وهذا ما سأحاول أن أقدمه قبل أن أصل إلى تقديم النموذج الذي يعني نموذج بلدي المغرب في هذا الصدد. إذن بالنسبة لتعريف دولة الرعاية الاجتماعية، هي يمكن أن نقول بأن المقابل لدولة الرعاية الاجتماعية هو الدولة الدركية، فنقول إيتاب بروفيدونس وإيتا جوندارم. إيتا بروفيدونس يعني دولة الرعاية الاجتماعية، يعني يقصد بها الدولة التي تتبنى مؤسساتيا الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين في وضعية احتياج. الهدف منها هو سيادة الدولة الداعمة لأجل سيادة السلم الاجتماعي، ولأجل تقليص التفاوتات ما بين الاجتماعية الناتجة عن تبني النظام الرأسمالي الليبرالي.
وقد اعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 1948 بأن الرعاية الاجتماعية حق من أهم حقوق الإنسان، ونصت المادة 22 من هذا الإعلان على أن لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الحماية الاجتماعية وفي أن توفر له بواسطة المجهود القومي والتعاون الدولي هذه الحماية بما يتفق ونظم كل دولة ومواردها، توفر لهذا للإنسان للمواطن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكل نمو. وبالتالي يعني هذه هي ليتا بروفيدونس، دولة الرعاية الاجتماعية، لكن المقابل الذي تحدثت عنه اللي هو ايتا جوندارم، الدولة الدركية، فهي دولة لا تهتم إلا بالحماية الوطن ضدا على العدوان الخارجي أو ضدا على العدوان الذي يمكن أن يكون من الداخل، دون أن تعتبر بأن الرعاية الاجتماعية عبر توفير الأساسيات للمواطنين واجبا لها. إذن بالنسبة إذا عدنا إلى بدايات هذا المفهوم ديال يعني وتفعيله في أرض الواقع، مفهوم الرعاية الاجتماعية، نجد بأن الرعاية الاجتماعية في بدايات الحضارة الإنسانية كانت لا مؤسساتية، يعني تنبني على بناء على المنطق الإحساني، على منطق الصدقات. فبحثت وجدت بأنه في روما القديمة لوحدت بعض المساعدات التي ترصد للمواطنين من قبيل القمح والنقود للمحتاجين. بالمشرق أيضا وجدت بأنه كانت هناك الزكاة كأحد آليات المساعدة للمحتاجين، بل يسجل بعض المؤرخين أنه في عهد الخليفة المأمون تم بناء دار الشفاء للعلاج المجاني للمواطنين إضافة لمنظومة الزكاة. بالغرب هناك مجموعة من المراحل المعقدة التي يمكن أن نقول بأنها كانت إرهاصات أولية لبداية تقديم يعني لبداية يعني هذا المفهوم، مفهوم الرعاية الاجتماعية، لكنه كان بشكل لا مؤسساتي. فكان لوحد هناك تقديم المساعدة للمحتاجين عبر منطق الصدقات من خلال وأيضا عبر جمعيات التضامن. في نهاية العصر الوسيط دخلت هذه المؤسسات في أزمة، فتدخلت المؤسسة الملكية لضمان الوصاية الإدارية على المستشفيات. لوحظ أيضا فيما بعد ذلك في حوالي منتصف القرن السادس عشر ما سمي بحقوق droit des pauvres، تم تحويل إدارة المستشفيات إلى المجالس البلدية ومنع التسول، وكان هناك مكتب يسمى les bureaux des pauvres، هي مكاتب للفقراء لإحصائهم وتجميع الضرائب وتوزيعها على الفقراء. إذن هذه يمكن أن نقول بأنها يعني فقط قمنا برصد بعض البدايات لمفهوم الرعاية الاجتماعية، لكنه لم يكن مؤسساتيا، بل كان عبر منطق الإحسان ومنطق الصدقة. ونعرف بأنه فرق ما بين أن تتم الرعاية الاجتماعية بشكل مؤسساتي كحق من الحقوق، تقوم الإدارة يعني برصد مبالغ للمواطنين الذين هم في وضعية احتياج، وما بين أن يكون هناك منطق إحساني، يعني منطق إحساني يخل بكرامة الإنسان، وبالتالي هذا يعني يعتبر أيضا مخلا يعني بالمفروض أن يكون أحد أهم مؤشرات سيادة الوطن، وهو توفير كرامة المواطنين وليس مساعدتهم عبر منطق الصدقة وعبر منطق الإحسان وجعلهم يعتادون على قبول الإهانة لكرامتهم، بل تصبح هذه الإهانة جزء لا يتجزأ من نفسيتهم. وطبعا هذا يؤدي تداعيات فيما بعد من المواقف المبخسة للذات أمام الآخر، المبخسة للذات فيما يتعلق بالثقة بالقدرة على تحقيق التطور والتقدم. وبالتالي الأمور البسيطة التي قد تبدو بسيطة ويمر عليها الساسة بشكل يعني مرور الكرام ولا يأخذونها بعين الاعتبار، فهي أساسية في التركيبة النفسية وأيضا في المؤهلات التي يمكن أن تؤدي بالمواطن إلى الانخراط في التنمية
والعكس صحيح في تبخيس الذات أمام نفسه وحضارته وأمام الآخرين والاستمرار والأفعال الفردية وما يتم تبنيه من أفكار ومواقف من طرف الأفراد يعني كمواقف فردية فهي تصبح مواقف جماعية ثم تصبح مواقف لمواطنين يشكلون الأغلبية. وأظن بأن هذا من أهم أسس انبطاحنا وتخلفنا عن ركب التنمية والتطور، وهذا ما يشغلني دائما أثناء تحليلي وتفكيري في المواضيع التي أتناولها بالتفكير. إذن بالنسبة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية في الغرب بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، ظهرت مؤشرات إعادة البناء بالعالم الغربي، فكانت تصدي للتفاوتات الاجتماعية الناتجة عن تبني الرأسمالية كإحدى هذه المؤشرات. فكانت هناك الرعاية الاجتماعية المؤسساتية لأجل خلق الانسجام الاجتماعي في مقابل تواجد منظومة ليبرالية للإنتاج والربح الذي يؤدي إلى الغنى الفاحش في بعض الأحيان والفقر المدقع في أحيان أخرى، وهي تناقضات اجتماعية كان لابد من التصدي لها عبر مؤسسة هذه الرعاية الاجتماعية. لكن رغم أن المبدأ المؤسس لهذا المفهوم هو واحد، إلا أنه لوحظ بأن مستويات الرعاية الاجتماعية بهذه البلدان الغربية تتباين من بلد إلى آخر انطلاقاً من المبالغ من حجم المبالغ المرصودة من الناتج الإجمالي الخام لكل بلد. فبالنسبة للتجربة الفرنسية لاحظنا بأن الحماية الاجتماعية تم تبني الحماية الاجتماعية كنوع من التأمين ضد المخاطر، هذا من جهة. من جهة أخرى تم رصد مساعدات اجتماعية وعدالة اجتماعية عبر آليتين، أولاً الاقتطاع الضريبي الصارم في مقابل إعادة توزيع الثروات. إذن اقتطاع ضريبي من الذين ينتجون، الذين يشتغلون، الذين يربحون، في مقابل إعادة توزيع هذا الاقتطاع الضريبي على الذين هم في وضعية احتياج. ثم بعد وخاصة وأنه انبر الحقوقيون من أجل الدفاع عن توفير أساسيات احتياجات المواطنين، فكانت النتيجة هو تأمين اجتماعي مؤسساتي ومنظومة اجتماعية مؤسساتية كمكسب بفرنسا نتيجة هذا المسار. بألمانيا أيضا كانت البدايات مع ما سمي بقوانين بسمارك. في المملكة المتحدة ابتداء 1940 كانت هناك أيضا تبني اقتطاعات ضريبية ثم إعادة التوزيع. ما لاحظته هو أنني وجدت خرائط لما سمي يعني خرائط ترصد مستويات قوة أو ضعف دولة الرعاية الاجتماعية بالغرب، لكنني لم أتوفر على هذا الرصد فيما يرتبط بعالمنا العربي الإسلامي. هذا يعني رقم واحد. ثم لاحظت بأنه ما يتم رصده من مبالغ لأجل إعادة توزيع ومن أجل أن تكون في من أجل هذا مفهوم الرعاية الاجتماعية المؤسساتية هو أنه يتباين ما بين 20% من الناتج الداخلي الخام و 30% من الناتج الداخلي الخام ترصد لإعادة التوزيع من أجل الفئات التي هي في وضعية احتياج. إذن هذه دولة الرعاية الاجتماعية المؤسساتية هي تتباين بالقوة ما بين القوة والضعف فيما يتعلق بالأداء، فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، فيما يتعلق بالتصدي للتفاوتات والتصدي للفقر المدقع ما بين درجة أنه ما بين فرنسا وأمريكا مثلا. يمكن أن نقول بأنه لاحظت بأن هناك فقر مدقع بالولايات المتحدة الأمريكية أكثر مما هو بفرنسا مثلا، ولكن في بالنسبة إذا قارنا الدنمارك مع الولايات المتحدة الأمريكية فإننا نجد بأن الدنمارك تتحقق فيها عدالة
أكبر نظراً لأن يعني يعني الناتج الداخلي الخام المرصود يعني الجزء المرصود لإعادة التوزيع لها على المحتاجين هو أكبر من النسبة يعني المرصودة لإعادة التوزيع ما داخل يعني المنظومة بأمريكا. إذن النتيجة نتيجة هذا المسار رغم أنه طبعا هو متفاوت فيما يتعلق بالقوة أو فيما يتعلق بمستويات الرصد فيما يتعلق بالمبالغ فيما يتعلق بالصرامة وأيضا هو متفاوت حسب المسار حسب مسار هذا السياق عبر السنين يعني تكون هناك أزمات إلى آخره. لكن رغم ذلك فلاحظنا بأنه يعني كانت نتائج ارتفاع معدل النمو ارتفاع معدل الحياة ارتفاع القدرة الشرائية رأية تحقق موارد للمتقاعدين تحقق الحق في التمدرس الحق في السكن للجميع إلى آخره. ففي لحظة ما اعتبر بعد هذا المسار وبأساس الرعاية الاجتماعية فعرف يعني وبعد هذه النتائج لاحظنا بأنه بدأ يظهر مفكرون غربيون يعتبرون بأن النموذج الاقتصادي ونموذج الرعاية الاجتماعية ونموذج الحقوق في العالم الغربي هو الأمثل وبالتالي بدأ الكثير منهم يقدمون لنا الدروس وإلى آخر الأمور التي يعني عشناها ولازلنا نتعايش معها فيما يتعلق بالتفاوت ما بين الشمال والجنوب. لكن توالي الأزمات الاقتصادية أنتج نوعا من التقشف وتقليص المصاريف مما أثر طبعا على التعويضات المرصودة للرعاية الاجتماعية ومس هذا الأمر بالسلم الاجتماعي. ولما جاءت كورونا فلاحظنا بأنه طبعا أصبح العالم يعني متفاوتا بشكل لم يسبق له مثيل كما لو أن الخارطة تعيد بناء نفسها وخريطة التفاوتات ما بين الشمال والجنوب أصبحت تعيد بناء نفسها. ثم لاحظنا أيضا بأنه حتى تلك اللحمة التي كانت في ما يتعلق بعد تحالفات في ما بين الدول الغربية أصبح هناك نوع من التغيير في هذه المنظومات وأيضا منظومة الرعاية الاجتماعية تأثرت. إذن بمعنى أنه هذه المنظومة رغم أننا اليوم لازلنا نسعى إليها فهي تعرضت للكثير من الانتقادات انتقادات من انطلاقا من مقاربات فلسفية انتقادات من مقاربات اقتصادية انتقادات انطلاقا من وجهة نظر سياسية وأيضا من وجهة نظر سوسيولوجية. إذن أنا سأتوقف فقط على يعني انتقاد لسوسيولوجي قمت بترجمة عمله. هذا العمل الذي ترجمته هو العنوان بالفرنسية هو لي بلاس اي لي شونس بالعربية هو المواقع والحدود. هذا العمل هو ينتقد هذه مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالغرب بأكمله ويقدم مقاربة نقدية سأحاول أن أتقاسم معكم الجدول الذي يقدم فيه المقاربة النقدية التي يا إذن الكتاب باللغة الفرنسية إذن هذا هو الكتاب باللغة الفرنسية الذي قمت بترجمته لي بلاس اي لي شونس هو كتاب السوسيولوجي الفرنسي فرانسوا دوبي تم نشره في 2010 وهو ميداني قام بثلاث سوسيولوجيين لمدة ثلاث سنوات. الصيغة العربية التي أنا قمت بترجمتها هي هذا الكتاب المواقع والحدود إعادة تفكير التفاوتات الاجتماعية. طبعا أنا اعتبرت بأن هذا المنظور السوسيولوجي تقديمي لهذا المنظور السوسيولوجي للتفاوتات هو مجازفة إيجابية لأنه من جهة قد يقول البعض بأن هذا يعني نحن لا نتوفر على مؤسسة للرعاية الاجتماعية لكن اعتبرت بأنها مجازفة لأنها تمكننا من التعرف على هذا النموذج وفي نفس الآن من إجراء المقارنة ما بين كيف تتم الرعاية الاجتماعية عندنا انطلاقا من منطق إحساني
يعينه المواطن الذي هو في حالة في حاجة في احتياج في وضعية احتياج، وما بين المأسسة التي وصل إليها العالم الغربي والتي هي يعني تصون كرامة المواطنين. بالنسبة لهذا المنظور هو يقدم ينطلق من طبعا هناك الكثير من النظريات العدالة الاجتماعية، لكن الذي يهمني أن أقدم نظرا لضيق الوقت هو أن أقول بأنه هذا العمل انطلق من هذا الجدول الذي يوجد في الصفحة 14 من هذا العمل بالصيغة العربية، هو يقدم لنا مقارنة ما بين معظم البلدان الغربية و يعني المثير في الأمر هو أنه الولايات المتحدة الأمريكية تتواجد في يعني هي في مؤخرة الدول التي تقوم بمحاربة الفقر ومحاربة التفاوتات، في حين الدنمارك هي يعني مرتبة في المرتبة الأولى حسب هذه الدراسة السوسيولوجية التي من عمل ميداني. وبالتالي فالولايات المتحدة الأمريكية يعني تتبنى نموذج، لأنه هذا الكتاب يتحدث لنا عن نموذج العدالة الاجتماعية، نموذجين، هناك نموذج مساواة الحدود ونموذج مساواة المواقع. نموذج مساواة الحدود يعتبر بأن الناس تساوى حدودهم في الحصول على المراتب العليا وفي تجاوز وضعيات الدنيا التي قد تكون موروثة، قد تكون نتيجة انتماء إلى بيئة معينة أو إلى مجال معين، لكن هذه المساواة في الحدود بمعنى أنها تمنح للجميع كيفما كانت وضعياته وانتماءاته وفضاءاته انتماءاته، تمنحهم جميعا نفس الحدود لأجل الترقي ولأجل وصول لأعلى المراتب. وبناء على هذا النموذج، نموذج العدالة الاجتماعية اللي هو مساواة الحدود، يقول بأن الوضعية المتدنية للفرد هي وضعية عادلة لأنها تنبني على الاستحقاق، بمعنى أن الشخص الذي يكون لم يستطع أن يتخطى هذه الوضعية فهو نتيجة أنه لم يبذل مجهود، بالتالي إن نجح فنجاحه مستحق فهو عادل، وإن لم ينجح ففشله أيضا مستحق وعادل لأنه لم يبذل مجهودا. فهذا نموذج مساواة الحدود هو الذي يعني في الدول الغربية يعني التي تتبنى هذا النموذج هي طبعا الدول الرأسمالية الليبرالية التي تتيح إمكانية لتحقيق أرباح كبيرة جدا خيالية في مقابل أنه يكون هناك مواطنون يعيشون في وضعية فقر أو فقر مدقع إلى آخره. فهذه المأسسة، مأسسة الرعاية الاجتماعية، تقوم على الاقتطاع الضريبي وإعادة التوزيع باعتبار أن التفاوتات تكون عادلة حسب هذا المنطق، وأنه لا يتم التصدي للتفاوتات بل يتم التصدي فقط لتخفيف من الفقر ولمساعدة المحتاجين. في حين أن هذا الكتاب يتحدث عن ينتقد هذا الرعاية الاجتماعية التي هي ممأسسة بالغرب وفي بلده فرنسا، ويعتبر بأنه ينبغي تبني نموذج آخر الذي هو نموذج مساواة المواقع، بمعنى أنه الناس كيفما كانت مواقعهم سواء كان حرفيا أو يشتغل في مثلا في مجال النظافة أو يشتغل في أي مجال، ينبغي أن ترصد له يعني الدولة أجرا يكفل له الكرامة أولا ويكفل له أيضا حتى الأمور يعني الكماليات. وهذا ما يسمى بنموذج العدالة اللي هو مساواة المواقع، لإغاليتي دي بلاس، بمعنى فيما كنا أينما كنا وأينما كانت مواقعنا، سواء كنا يعني نشتغل في هيئات عليا بناء على كفاءات علمية عليا أو كنا نشتغل في يعني أماكن في حرف أو أماكن لا تحتاج لكفاءات علمية، لكن مع ذلك ينبغي أن تكون المواقع فيما يتعلق بالرواتب وفيما يتعلق بالتعويضات متساوية وليست هناك هو كبيرة. هذا هو النقد الذي قدمته عبر هذا العمل، والذي يعتبر يعني نقدا أحد نقد انطلاقا من مقاربة سوسيولوجية في ما المقاربة النقدية لمأسسة الرعاية الاجتماعية بالمجتمع المغربي. لاحظت بأنه عبر دراسة، هناك دراسة لأنتروبولوجي فرنسي هو
أندري آدام يتحدث على في كتابه لكلاس سوسيال عن أنه المجتمع المغربي قبل الاستعمار وبعده. الاستعمار يعني كان عندنا في المغرب ما بين 1912 و1956. فهو يعتبر أندري آدام في كتابه لكلاس سوسيال بأنه هو بحث عمل أنثروبولوجي، يعتبر بأن يعني المغاربة فيما قبل الاستعمار وغداة الاستعمار كانوا يعيشون نوعاً من القبول للتفاوتات، ويعتبرون بأن الفقير أو الغني فكلاهما وضعه يعني لا يدعو للقلق، لأن وضعه يجرح بمشيئة إلهية، بإرادة إلهية، بالتالي لا يتم، ليس لم تكن هناك أي عدوانية ولا أي حقد ما بين الفئات المجتمعية الغنية أو الفقيرة، بل حتى المتسول كان يقدم له، ينظر إليه بنظرة من الاحترام والتقدير إلى آخره. هذا فيما قبل في الماضي، لكن ما بعد غداة الاستعمار نمت التفاوتات بناء على البنيات الاجتماعية التي عرفت تحولات بنيوية كبيرة جدا، فأصبحت هناك الهجرة من البوادي إلى المدن، إعادة البنيات التحتية والبنيات الاقتصادية في داخل المدن، أصبحت هناك تفاوتات تنمو بتدريج، فئة عمالية، فئة متوسطة، فئات عليا، فئات هي نتيجة خبرات وتجارب جاءت بها من الدراسة في الغرب، وأصبح هناك بالتدريج نوع من الإحساس باللا عدالة داخل المجتمع. وبالتالي بالتدريج أيضا وعبر الحكومات المتوالية منذ الاستعمار إلى يومنا هذا، تم تبني استراتيجيات سميت باستراتيجيات عمومية للتدخل. إذن لكن لم تكن هناك يعني رعاية مؤسساتية، بل كانت مجموعة من البرامج، مجموعة من يعني كان هناك مثلا ما يسمى بصندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية، برامج للتكافل الوطنية، برامج لدعم الفئات يعني المعوزة. كانت هناك أيضا مقاربة قطاعية، منها ما يهتم ب يعني دعم المواطنين في مجال الصحة، في مجال التكوين المهني، تشغيل، قروض موجهة للشباب لحاملين المشاريع، قروض صغرى بشراكة مع مؤسسات إلى آخره. لكن هناك دراسة من هيئة صادرة عن هيئة الأمم المتحدة تقول بأن هذه السياسات خففت من الفقر، ولكنها لم تستطع أن تقضي عليه، لأنها ظلت سياسات يعني محدودة نظرا لمجموعة من الإقراءات. اليوم بعد الثورة الرقمية، نلاحظ، أنا ألاحظ، أرصد، أتأمل، تعايش مع مجموعة من الأشكال يعني المستفزة التي يعني نلاحظ من خلالها بأن الشباب اليوم لم يعد يؤطر وعيه أو تفكيره أو معلوماته الإعلام الرسمي، بل أصبح يبحث. مؤخرا خرجت الاحتجاجات ضدا على يعني محاولة فرض جواز التلقيح، فلاحظنا بأن الشباب خرج بكثافة ولم يخرج، خرج طبعا بشكل سلمي، لكن لاحظنا عنده وعي كبير، وعنده يعني هم يقرؤون ويسمعون ويلاحظون، ولم يعد الإعلام الرسمي يؤثر فيهم، وبالتالي هناك نوع من الإحساس الكبير باللا عدالة، ونوع كبير يعني برفض التفاوتات الكبرى. ومؤخرا أيضا أرصد، ألاحظ أن هناك نوع من التصريحات يعني الرسمية التي تتجه نحو الحديث عن العمل على مؤسسة الرعاية الاجتماعية للمواطنين. هناك خطاب ملكي، هناك تصريحات من رئيس الحكومة، هناك الحديث عن مبالغ، لا أود أن أتحدث عن هذه المبالغ، لكن هل سنصل، سنلمس، سنتعايش مع نظام رعاية مؤسساتية يعني فيها حفظ لكرامة المواطنين وتحقيق لآليات يعني الكرامة للمواطن وعدم الاحتياج لهذا المواطن، ونوع من المؤهلات التي تكون بنيوية تجعل هذا المواطن يرتبط بوطنه ويرتبط ب يعني مشاريع التنمية بهذا الوطن، ويحب هذا الوطن ولا يكون كارها لهذا الوطن وراغبا في يعني في الهجرة إلى بلدان أخرى، قابلا عبر هذه الهجرة جميع أشكال التبخيس التي يمكن أن يعاني منها. إذن أنا
حاولت من خلال هذه المداخلة البسيطة المتواضعة أن أتقاسم معكم بعضاً من الإشكاليات التي أفكرها وأقول يعني أعتبر بأنه الرعاية الاجتماعية المؤسساتية وليس منطلقاً من منطق يعني كخلاصة الرعاية الاجتماعية المؤسساتية هي أولوية بالنسبة لكل الخطط بكل الحكومات، ومن المفروض أن يتم الاستثمار في المواطن انطلاقا من أن التقديس يكون تقديسا للمواطن عبر تحقيق حقوقه الأساسية وأهم حقوقه، وأن يحس بالكرامة، لأنه لما يحس بالكرامة فهو يحب هذا الوطن، فهو يعطي لهذا الوطن، فهو يساعد على تحقيق التنمية وينخرط في مشاريع التنمية بهذا الوطن. وما أقوله عن وطني أقوله طبعا عن كل الأوطان العربية، لأنني أحس بالانتماء إليها. شكرا لكم، ومعذرة إن كنت قد أطلت. شكرا جزيلا للأستاذة، العفو دكتورة، ممكن تخرجين من الشير دكتورة؟ نعم. شكرا جزيلا للأستاذة الدكتورة كنزة القاسمي لمحاضرتها الرائعة والقيمة والمكتنزة علما وفكرا ومعرفة، وقد تحدثت فيها عن مأسسة الرعاية الاجتماعية، ودعت الدكتورة كنزة القاسمي إلى منحها الأولوية، وهذه المأسسة لا تلغي التفاوتات بل تجعلها شرعية. بعد الثورة الرقمية ترصد الدكتورة نوعا من العدوانية بين الفئات المجتمعية بسبب التفاوتات الصارخة، وكانت هذه تتمظهر على أرض الواقع عبر الاحتجاجات الفئوية المتواصلة. أجدد تقديم وافر الشكر والتقدير للأستاذة الدكتورة كنزة القاسمي. الآن أعزائي نستقبل أسئلتكم وملحوظاتكم القيمة. إذا كان هناك من تعقيب أو سؤال أو ما إلى ذلك يتفضل. نعم. الآن يتفضل الأستاذ الدكتور يتفضل الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر عميد كلية الآداب المحترم، تفضل الدكتور. شكرا دكتور وسام، وكل الشكر والتقدير لك دكتورة كنزة على هذه القراءة، وحقيقة على هذه الفكرة المهمة التي تعاني منها أغلب مجتمعاتنا العربية. فعلا أن منطقة الرعاية الاجتماعية ومسألة الرعاية الاجتماعية وهي بها نوع من الإهانة للأفراد، ولكن دكتور أتساءل، مجتمعاتنا العربية هي مجتمعات طبقية، يعني ورثت هذه الطبقية كابرا عن كابر، هي تعيش على هذه الطبقية، هناك السيد وهناك العبد وهناك المسؤول وهناك يعني الشخص التابع. هذه الطبقية أعتقد دكتورة هي من أهم المعوقات لما تفضلتي به في يعني حل هذه الإشكالية، عندما تعمل السلطة على تقديم الحياة الكريمة لكل أفراد الشعب بعيداً عن المنح وبعيداً عن العطاءات وبعيداً عن الأموال، يعني تقتير الأموال بالنسبة للناس. أعتقد أن مسألة الطبقية ومسألة يعني هذا التفاوت الطبقي هو أحد المعوقات الأساسية لحل هذه المعضلة الاجتماعية. نعم، يعني فكرة تحويلها إلى عمل مؤسساتي ومنظم ومرتب يمكن هي تعد يعني خطوة من الخطوات المهمة في معالجة هذه الظاهرة، لكن أعتقد أن الموضوع في المجتمعات العربية هو قائم، يعني لا يمكن لنا أن نعيش بدون طبقية،
يعني هي مجتمعات قائمة على السيد والعبد، على فكرة السيد والعبد، وهي الفكرة التي يعني اكتسبتها من الأصل من الجزيرة العربية. شكرا دكتورة كنزة. شكرا جزيلا دكتور. تفضلي دكتورة. تفضل. شكرا لكم دكتور عبد الباقي على الحضور والاهتمام والمشاركة، شكرا جزيلا، يسعدني ذلك. بالنسبة لهذا الموضوع فعلا دكتور، لأنه هذه الطبقية أصبحت بنيوية جزءا، يعني يشكل البنيات العقلية أيضا لنا بمجتمعاتنا. ف يعني هذه يعني عبر الأجيال يتم تمرير هذه العقليات، هي في النهاية هي عقليات، ويتم تمرير هذه القناعات عبر الأجيال من الأبناء إلى يعني من الآباء إلى الأبناء وإلى غير ذلك. فأظن بأن غياب التربية والتعليم على الفكر النقدي وعلى الوعي النقدي وعلى التحرر وعلى هذا هو أساسي. يعني الإشكالات كلها تعود انطلاقا من التربية، من التعليم، من الثورة. ينبغي أن تكون ثورة ثقافية، ثورة علمية، ثورة انطلاقا من تحرير العقول، ويعني السماح بالفكر النقدي بأن يكون ممكنا داخل المدارس وفي الإعلام. لأنه هاتي الإشكال هو في أن نقنع هؤلاء الناس بأنهم أحرار، وبأنهم ليسوا مجبرين لأن ينبطحوا لأحد. فإن كان الانبطاح بنيويا في الذهنيات، فكيف لا ينبطح هؤلاء هم أنفسهم أمام الغرب الذي يعتبرونه يعني كما هناك من يظن بأن من هم يعني يأتون من الغرب هم يأتون من عوالم أخرى، كما لو أنهم كائنات أخرى لها مخلوقات أخرى، كما لو أنهم أذكى، في حين أن الفرق هو بسيط جدا، هو ذلك الخيط الرفيع الذي يجعل العقل يتحرر من الاستعباد، من قبول أي شيء. لا، نحن عندنا في التعليم ينبغي الطفل ينبغي أن يتحرر منذ البداية لكي يكون متحررا وهو كهل وهو شاب، يكون متحررا وهو طفل في المدرسة، يكون يسمح له بالنقد وبإعادة النظر في كل يعني الموروث وكل العادات وكل التقاليد. لكن هذه المنظومة، هذه الدينيات غير ممكنة وغير متاحة. بعض الاستثناءات فقط التي تمر عبر مسارات تتيح لها هذه الإمكانية، إمكانية التنوير، إمكانية التفكير، إمكانية إعادة النظر فيما هو يعني معتاد في مجتمعاتنا على أنه هو الحقيقة المطلقة المقدسة. ليس هناك شيء مقدس أكثر من الإنسان وعقله وفكره، وبالتالي هذه الطبقية ليست طبقية لا يمكن إعادة النظر فيها. ما دام التمس بالإنسان وتمس بانطلاقه وتنميته وكرامته، فهي طبقية يعني تستعبده. وبالتالي من الضروري أن نربي أبناءنا على إعادة النظر في هذا الموروث اللا عقلاني. شكرا جزيلا دكتورة. الآن يتفضل الأستاذ الدكتور بشير ناظر حميد، رئيس قسم الاجتماع والأنثروبولوجيا في كلية الآداب جامعة المستنصرية. شكرا دكتور وسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لمادة كلية الآداب وللسيد العميد المحترم. شكرا للعزيزة الغالية دكتورة كنزة على هذه المحاضرة القيمة الرائعة. طبعا الحديث الدكتورة كنزة كان في مجال الخدمة الاجتماعية، يعني لا في مجال أنثروبولوجيا ولا في السوسيولوجيا، مع أنه بإمكاننا تأويل وسحبه إلى يعني السوسيولوجيا. السيد العميد تحدث وكأنه متخصص، يعني بالحقيقة ما شاء الله متخصص في الخدمة الاجتماعية أو في علم الاجتماع، تحدث ما في قلبي. أنا عندما شفت موضوع يعني موضوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية، حقيقة كانت تساؤلات كثيرة في بالي، كيف ستقدم الدكتورة كنزة هكذا موضوع في ظل مفهوم آخر، يعني كان في ذهني مفهوم العدالة الاجتماعية، ولكن حقيقة قدمت فكرة
تستحق الاحترام والتقدير، و يعني جميلة جدا هي في انه استثمار الانسان من خلال الرعاية الاجتماعية للوصول الى مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية. ولكن انا اتساءل يعني في ظل مجتمع كمجتمع عراقي او كمجتمعات عربية بشكل عام، انه يعني ما موجود من فئات هشة في مجتمع المجتمعات العربية قد تكون بأعداد كبيرة وهائلة، هل يمكن الاستثمار يعني في هل يمكن الاستثمار في الطبقات الهشة؟ هل يمكن تحقيق الوصول إلى مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال يعني الاستثمار في هكذا فئات؟ أجدد شكري وتقديري واحترامي للدكتورة كنزة ولعمادة كلية الآداب ولكل السادة الحضور. شكرا جزيلا دكتور بشير. العفو دكتورة كنزة، نستمع إلى سؤال آخر ثم تجيبين عنه إن شاء الله. جيد، نرحب أجمل ترحيب بالأستاذ الدكتور عبد الله البشير المفكر السوداني، فليتفضل. شكرا جزيلا دكتور وسام البكري رئيس الجلسة، وأحيي عبرك أسرة الجامعة المستنصرية، والتحية للدكتور عبد الباقي بدر عميد كلية الآداب، فقد ظل مع فريقه ومع أسرة الجامعة المستنصرية يستنهض فينا المروة الأكاديمية ويحفزون على التأمل في سبيل المساهمة في تشخيص ومعالجة قضايا الواقع. وتأتي إلينا الدكتورة كنزة كما هي دوما مشغولة بربط هم المثقف بالواقع، وهي منطلقة من دوما حس نقدي وتساؤلات شجاعة وعميقة. أحيي دكتورة كنزة القاسمي على هذه المحاضرة القيمة التي لا تنفصل عن همومة ومشروعة القائم على التساؤل والنقد. وفي واقع الأمر يعني أنا سعيدة جدا بالمحاضرة. طبعا يعني موضوع هذا المحاضرة من باب التوفيق إنه كان جزء من موضوع كتاب صدر لي قبل شهرين، وهو بعنوان أطروحات ما بعد التنمية الاقتصادية، التنمية حرية، محمود محمد طه وأمارتيا كومار سين مقاربة. فهذا الموضوع يصب في الحقيقة في التنمية، يصب في التنمية مباشرة، وقد أشارت الدكتورة كنزة لذلك، قالت يعني تأخرنا عن رقب التنمية، ده واحد من المؤشرات إننا متأخرين عن رقب التنمية. هذا الموضوع يصب في التنمية، وكما أشار دكتور بشير قبل قليل وقبل دكتور عبد الباقي، في الحقيقة يصب في حل العدالة الاجتماعية. وهنا الطرح الجديد اللي طرحه أمارتيا سين، وهو بروفيسور في جامعة هارفارد، في كتابه التنمية حرية، وبيعني به بأنه توسيع الحريات، بمعنى أنه تمليك الإنسان القدرات ليختار في الحياة عبر التعليم. وأنا عملت المقاربة مع الأستاذ محمود، وما طرحه في الحقيقة أمارتيا في 1999 في كتابه هذا، وجدنا أنه طرحه المفكر السوداني محمود محمد طه من الخمسينات والستينات والسبعينات، وقال بأن الإنسان هو محور التنمية، والحرية هي غاية التنمية، والتنمية هي تنمية المجتمع وتحرير الإنسان من الفقر والجهل والمرض والخوف، تحرير الإنسان بهذا المعنى. وأشار أمارتيا في كتابه هذا، دكتورة كنزة عملت مقارنة بين الرعاية الاجتماعية في أوروبا والرعاية الاجتماعية في أمريكا، كذلك أشار عمل مقارنة أمارتيا سين بين النظامين أو الطرازين، طراز الرعاية الاجتماعية في أوروبا وطراز الرعاية الاجتماعية في أمريكا. وصل لخلاصة لا تختلف عن دكتورة كنزة، وقال في أوروبا هناك التزام اجتماعي أكبر من أمريكا من أجل ضمان الحد الأدنى للرعاية الصحية والعدالة، بينما تميزت الولايات المتحدة بالتزام بدرجة أكبر من أوروبا في الحفاظ على مستوى دخل أعلى للعمالة. لكن هذا الذي نقوله
ينبغي أن ننتبه، لأنه هذا كله يقوم على أديم، على أرضية النظام الرأسمالي. السؤال هو مؤسسة الرعاية الاجتماعية في ظل النظام الرأسمالي كيف يمكن ذلك؟ لأن النظام الرأسمالي في أوروبا وفي أمريكا قد يكون زي ما لاحظ أمارتيا سين إنه التزام أوروبا الاجتماعي أكبر من التزام أمريكا في الرعاية الصحية والتأمين الصحي والفقر والبطالة وما إلى ذلك. في أمريكا الدخل أعلى، وإن كان الاثنين هما نظام رأسمالي. وانت قبل شوية تحدثت عن الرعاية الاجتماعية تتصل بتقديس المواطن وكرامة الإنسان، وده كلام صحيح. كرامة الإنسان، وده السؤال الكبير طرحه الأستاذ المفكر السوداني محمود محمد طه، إنه النظام الرأسمالي في أوروبا في العالم والنظام الشيوعي في أوروبا الشرقية والذي قائم الآن في بعض البلدان، كلا النظامين فشلا في تحقيق حاجة الفرد للحرية الفردية وحاجة الجماعة للعدالة الاجتماعية الشاملة. محاضرتي قيمة جدا وموضوع مهم وجديد، لكن لابد أيضا أن نخرج من السائد والمألوف والمتصل بالنظام، لابد أن ننتبه، لأن هذا كله يقوم على نظام رأسمالي، والنظام الرأسمالي لا يحقق كرامة الإنسان. لأن النظام الرأسمالي مسألة العدالة والمساواة زي ما أنت أشرتي، وده موضوع مركزي وموضوع مهم في للإنسان ولكرامة الإنسان، النظام الرأسمالي لا يحقق هذه العدالة والمساواة. فينبغي أيضا أن لا يغفل موضوع النظام الرأسمالي المتحكم الآن في مسار العالم، وهو الذي يحدد الآن في الحقيقة كيفية وطبيعة طراز الرعاية الاجتماعية اللي تختلف من أوروبا أو أمريكا، لكن في نهاية الأمر التشابه وارد وهو المتحكم. فلذلك الإشارة للأنظمة الاشتراكية وللاشتراكية المرتجاة ده مهم جدا، لأنه الأستاذ محمود بيقول في الحقيقة حتى الاشتراكية نفسها لوحدها لا تحقق للإنسان الكرامة ما لم يكون في مزج بينه وبين الاشتراكية والديمقراطية، لأنه الديمقراطية هي إنجاب الأحرار من العبيد والفوضويين. العبد هو الذي لا يعمل لأنه لا يريد أن يتحمل المسؤولية عمله، والفوضوي هو الذي يعمل ويتهرب من المسؤولية. نحن نريد الأحرار الذين يعملون ويكونون قادرين على مواجهة المسؤولية، هذا هو الحر. ولذلك الديمقراطية صنوة الاشتراكية، ولا يمكن إقامة الحياة التي تحقق للناس الحرية الفردية للأفراد والعدالة الاجتماعية الشاملة إلا بهما. فإذا قال حاولنا تطبيق الاشتراكية في ظل النظام الدكتاتوري الغابط كما حصل في أوروبا الشرقية، فإننا لا ننجب إلا العبيد. وإذا حاولنا تطبيق الديمقراطية في ظل النظام المتخلف، والديمقراطية هي تعني المساواة في الحقوق السياسية والمساواة في الشراكة والمشاركة والعدالة في المشاركة في الفعل اليومي والمساواة في الحقوق السياسية، إذا حاولنا تطبيق الديمقراطية في ظل النظام الرأسمالي المتخلف، فإن الديمقراطية تكون غبض ريح ولعب على العقول. أنا أوددت الإشارة لذلك لنهتم بمسألة النظام الرأسمالي الآن المتحكم في حياة الناس، وإلى أي مدى يمكن تحقيق الكرامة في داخله، ولا أي مدى نحن كرامة الإنسان أيضا تتصل بفعالية الإنسان ومشاركته في اليومية في الحياة والفعالية، لأن الفعالية ومشاركته الحقيقية بتجعله حتى موضوع الرعاية الاجتماعية، وانت قبل أشرتي إنه ليس منحة وإنما هو حق من حقوق الإنسان، ولا بد أن يشارك الإنسان في حقوقه. ولا أطيل، شكرا جزيلا لك وشكرا لأسرة الجامعة المستنصرية. شكرا جزيلا للمفكر العربي الأستاذ الدكتور عبد الله البشير. تفضلي دكتورة. شكرا لكم أعزائي على الحضور والاهتمام، دكتور بشير ناظر والدكتور الفكي عبد الله البشير الفكي. أسئلتكم يعني تتكامل لأجل أن تطرح نفس التحدي الذي تطرحه، إشكالية تبني الرعاية الاجتماعية بشكل مؤسساتي. العزيز الدكتور بشير ناظر قلت لي بأن المقاربة هذه المقاربة السوسيولوجية العمل الاجتماعي
هو أحد فروع السوسيولوجيا والتخصصات، ونعرف بأن السوسيولوجيا تنفتح على مجموعة من التخصصات التي لها علاقة بقضايا تفكير، قضايا المجتمع، انطلاقا من أبحاث ودراسات ميدانية. وأيضا السوسيولوجيا تنفتح على كل يعني الميادين العلوم الأخرى، لأنها تساعدنا على إيجاد حلول. فنحن نحتاج يعني نتائج دراسات في علم النفس، من التاريخ الاجتماعي، من الاقتصاد إلى آخره. وهذا المفهوم، مفهوم الرحاية الاجتماعية، قلت بأنه يعني تعرض للعديد من الانتقادات، من انطلاقا من مقاربة سياسيين، مقاربة فلاسفة، من مقاربات رجال اقتصاد. هناك رجال اقتصاد يعني اعتبروا بأن يعني الرعاية الاجتماعية هي أساسية وضرورية، وإلا فسوف يؤدي هذا الأمر إلى تهديد حتى أولئك الذين يحققون أرباح كبرى. بالنسبة لي قلت لي بأنه تفاوتات أعداد المحتاجين هم كثر في مجتمعنا، وبالتالي كيف يتم القضاء على تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل هذا الواقع. هو أصلاً يعني المفهوم الرعاية الاجتماعية ينطلق من فكرة أساسية تقوم على يعني على الاقتطاع الضريبي الصارم، اقتطاع ضريبي صارم عن كل الأنشطة وكل الأرباح وكل المكتسبات، سواء كانت انطلاقا من إرث أو انطلاقا من يعني أنشطة تذر أرباح ومداخيل. وبالتالي الاقتطاع الضريبي الصارم يؤدي إلى تجميع الثروات، وهذه الثروات التي يرصد منها جزء مبالغ لأجل إعادة توزيع على المحتاجين بشكل مؤسساتي، يعني انطلاقا هي حقوق مؤسساتية يتم رصد تحويلها إلى يعني إلى المواطنين الذين هم في وضعية احتياج أو في وضعية بطالة أو في وضعية تقاعد، يتم رصدها انطلاقا من مؤسسات إدارية يخول هذا الأمر يعني المأسسة انطلاقا من الاختيارات التي يتم تبنيها داخل الدول. وبالتالي الأمر ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية، لأنه قد نلاحظ بأنه هناك أموال ترصد لكماليات، أموال كثيرة ترصد للكماليات. وفي رأيي المتواضع يمكن أن يعني أن نلغي تلك الكماليات من أجل توفير الأساسيات، والأساسيات تبدأ من المواطن، من الإنسان، من كرامته. وبالتالي لو كانت عندنا الإرادة السياسية فسنوفر الإمكانيات لأجل القضاء على كل يعني الاحتياجات كيفما كانت. لكن لما توفر أو لا يكون هناك الوعي بها أو فطبعا يستمر الوضع على ما هو عليه ويصبح بنيويا يتوارث ويورث. بالنسبة لمداخلة الأستاذ عبد الله البشير الفكي مشكورا، فطبعا أنا يعني قرأت للمفكر السوداني الكبير محمود محمد طه، وأنا في كثير من الأحيان ألاحظ بأن له فكر متحرر، فكر تنويري، فكر يسبق عصره بكثير. فهو يتحدث عن أن الإنسان هو محور التنمية، فهو يقدس الإنسان، يتحدث عن أن تحرير الإنسان ينبغي أن يكون من الخوف ومن المرض ومن العجز إلى آخره. فهو إنسان يفكر بطريقة متنورة متقدمة كثيرا عن عصره. لماذا؟ لأنه يقدس الإنسان ولا يقدس شيئا آخر أكثر من الإنسان، هذا هو منطلقه. وبالتالي فطبعا يعني نتفق معه ونقدر ذلك العمل الضخم الكبير الذي قام به وشكل به الريادة عبر فكره الحر المتنور، والدليل على ذلك أنه حور إلى آخر معاناته. إذن بالنسبة لما قلته، نعم صحيح، هناك بالنسبة للنموذج نظام الرأسمالي الليبرالي هناك تحدي حقيقي أكيد، وقد قلت لكم بأنه تحدثت عنه هذه الدراسة السوسيولوجية التي قمت بترجمتها المواقع والحدود، تحدثت عن هذا الإكراه الأساسي. الأستاذ فرانسوا ديوبي انتقد الاختيارات اليسار الفرنسي، فهو لأنه لما نقول أن هناك نموذج للعدالة الاجتماعية، نموذج مساواة الحقوق الحدود ونموذج مساواة المواقع، نموذج مساواة الحدود هو الذي يتم تبنيه في ظل النظام الرأسمالي الليبرالي، بمعنى أنه هذا النموذج يتيح أن التفاوتات تصبح يعني عادلة حسب هذا النموذج. لماذا؟ لأنها تفتح الآفاق رحبة والإمكانيات رحبة للترقي.
وأن الترقي هو مستحق، وأن هذا النظام اللي هو يتماشى، النظام الرأسمالي الليبرالي يتماشى مع النظام نموذج مساواة الحدود، بأن الحدود متساوية أمام الجميع، من يريد أن يصل فما عليه إلا أن يبذل مجهودا. وحتى الأنظمة التي تتبنى هذا النموذج فهي تتبنى بالموازاة ما يؤدي إلى 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 يعني إلى الاحتياط من المطبات التي يمكن أن تنزل بهذا النظام وأن تهدد السلم الاجتماعي. فهناك دعم مثلا للتمدرس، هناك تمييز إيجابي بالنسبة للفئات اللي هي في وضعية متدنية، هناك امتيازات وبرامج من أجل حصول أبناء الفئات الفقيرة إلى المدارس العليا، هناك أنظمة وهناك امتيازات وهناك تمييز إيجابي وهناك دعم إيجابي في ظل هذا النموذج الليبرالي الرأسمالي الذي يتماشى في نفس الآن يتبنى نموذج مساواة الحدود الذي يعتبر بأن التفاوتات عادلة وهي نتيجة الاستحقاق، وفي نفس الوقت يتم يعني رصد الرعاية الاجتماعية للمحتاجين ويتم رصد برامج للتمييز الإيجابي ولمكافأة المتميزين داخل هذه الفئات التي هي فئات هشة، من أجل أن يتم الحفاظ على الانسجام الاجتماعي وأن لا يتم يعني المس يعني بالمكاسب المجتمعية، لأنهم يعرفون بأنه إن لم يتم الحفاظ على السلم الاجتماعي فهذا يهدد، يمكن أن يهدد بثورة راديكالية أكبر من كل الثورات، وهذا ما نلاحظه اليوم على أرض الواقع. فازدياد التفاوتات واعتبار أن التفاوتات هي بنيوية ولا يمكن التصدي لها يؤدي إلى تصاعد الحقد والكراهية والغضب على هذا وكره الأوطان والكثير من الاختلالات التي يعني تخسر الأوطان، تجعل الأوطان تخسر وتخسر كثيرا، فهي تخسر مواردها الأساسية التي يمكن أن تؤدي يعني تشتغل وتنخرط وتؤدي إلى النهوض. لكن النموذج الآخر الذي تحدثتم عنه هو الدكتور الفكي، هو المقابل للنموذج الرأسمالي، هو النموذج الذي يتبنى مساواة المواقع، يعني وهو النموذج الاجتماعي الاشتراكي الذي يتبنى نموذج مساواة المواقع لكل الفئات المجتمعية كيفما تنوعت أشكال كفاءاتها وعطاءاتها ومساهماتها داخل المجتمع. لكن هذا النموذج يحاربه الكل، وبالتالي يصبح مجرد يعني نموذج طوباوي لا يتحقق، لأن حتى اليسار في كل المجتمعات يعني لا تتبنى هذا النموذج، ليست لديها الشجاعة لتبنيه لأنها ستخسر انتخابيا، والسياسة هي معركة ليست معركة نظيفة بل هي معركة أنتم أذرى بالحيثيات التي تحرك يعني الاختيارات في السياسة، وهي طبعا تنبني على استراتيجيات فيها الكثير من الأمور التي ليست بالضرورة نظيفة. إذن وأشكركم على انخراطكم في وحضوركم واهتمامكم. العفو دكتورة، إذا سمحتي لنا بسؤال آخر وملحوظة. نعم، نرحب بأجمل ترحيب بالأستاذ الدكتور خالد ناجي السامرائي من جامعة سامراء ليقدم ملحوظته القيمة مع ترحيبنا الجميل به. تفضل دكتور. دكتور خالد. دكتور خالد. طيب. عندنا الأستاذ المساعد الدكتور عقيل عبد جالي. أهلا به ومرحبا، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لكم دكتور وسام على هذه الإدارة الرائعة، والشكر موصول إلى منصة كلية الآداب الرائعة على هذه المحاضرات القيمة، والشكر أيضا للدكتورة كنزة على هذه المحاضرة المهمة. الحقيقة يعني أنطلق من حيث انتهت الدكتورة في مدخل مفاهيمي. الرعاية الاجتماعية ممكن بها مفهومين، المفهوم الأول هو السوشيال ويرفر، والسوشيال ويرفر ومثل ما هي بالغرب لدينا تترجم بأنه الرعاية الاجتماعية، لكنه الولفر من الرفاه الاجتماعي، في حين يقابلها بالمفهوم الاشتراكي الآخر السوشيال سيرفيسز. والفرق بين الاثنين هو فرق عقلية إدارة الدولة. نجد أنه في الجانب الاشتراكي لدينا التخطيط،
بينما بالجانب الغربي الرأسمالي لدينا السياسات العامة البابليك بوليسي. البابليك بوليسي واللي من عندها تنطلق السوشيال بوليسي مختلفة تماما عن السوشيال سيرفيسز واللي هي الخدمات الاجتماعية التي تقدم في دولنا أو عموما في الدول الاشتراكية إلى شرائح معينة من المجتمع تحتاج إلى رعاية مثل المعوقين مثلا. لكن مفهوم الرعاية الاجتماعية مفهوم أوسع كثيرا، فهو يشمل رفع المستوى المعاشي لكل المجتمع، أي تقديم الخدمات الاجتماعية لكل أفراد المجتمع، واللي تشمل طبعا الصحة والتعليم والتمكين وخدمات كثيرة، وليست مجرد خدمات اجتماعية اللي هي السوشيال سيرفيسز اللي تتولاها مؤسسات وفق مفهوم التخطيط في الدول الاشتراكية. بينما السياسات العامة أو البابليك بوليسي اللي ترسم في الدول الغربية ترسم بشكل عام لتحقيق الرفاه الاجتماعي بالمجتمع، ولذلك هي هناك سوشيال ويرفر وليست يعني سوشيال سيرفيسز، رغم وجود السوشيال سيرفيسز كمؤسسات تقدم رعاياها أو تقدم الرعاية لشرائح يعني محددة من المجتمع تحتاج إلى الرعاية. شكرا جزيلا مرة أخرى للدكتورة كنزة على هذه المحاضرة القيمة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور. العفو دكتورة، اسمحي لنا أن تجمعي الأسئلة إن شاء الله، لأنه ما شاء الله الطلب متزايد على التعقيب وتقديم الأسئلة، وهذا يعني أن المحاضرة قد قدمت من الإثارات الرائعة الفكرية وكثير من الملحوظات الجميلة. طيب الآن نرحب أجمل ترحيب بالأستاذ الدكتور خالد ناجي السامرائي من جامعة سامراء، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد يعني سيء الحظ المحاضرتين الأخيرة، يعني عندي مشاكل تقنية يبدو، لكن إن شاء الله هيكون متواصل معكم. شكرا للدكتورة كنزة وشكرا لمنصة الآداب، وحقيقة أنا ما لحقت على المحاضرة إلا في اللحظات الأخيرة، لكن المداخلات كانت ثرية وأيضا ردود الدكتورة كنزة أعطتني بعض المعطيات اللي ساعدني على بلورة بعض الأفكار. الحقيقة الكلام عن مؤسسة الرعاية الاجتماعية أريد أفكر ربما خارج الصندوق، صندوق المحاضرة، يعني لماذا لا نفكر بأنماط في حياتنا إحنا كعرب وكمسلمين لها علاقة بالعشيرة ولها علاقة بالدين. يعني ألا ترى الدكتورة كنزة أنه ممكن أن نشترح هذه المؤسسة أو نشير إليها من خلال بعض الأنماط الاجتماعية السائدة في مجتمعنا، وهذا يعطينا خصوصية ربما وريادة في قضية التكافل الاجتماعي الموجود على مستوى القبيلة كمجتمعات قبلية، وأيضا موجود على مستوى الدين الإسلامي ربما يتمثل في قضية صندوق الزكاة مثلا، ومحاولة مؤسسة ذلك من خلال تنظيم الدولة لها في بعض دولنا الإسلامية، أو من خلال بعض المنظمات، أو من خلال حتى المراقد المقدسة في العراق وفي مكانات ربما أخرى. ألا تعد الدكتورة كنزة أنه صناديق العشائر مثلا اللي هي نوع من التكافل الاجتماعي و إغاثة الفقير هي نوع من محاولة مؤسسة الرعاية الاجتماعية؟ طبعا أنا من الذين يؤمنون بأن الاقتصاد يتحكم بكل شيء تقريبا، أرى أنه بالفعل أنه العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال إيجاد فرص للعيش الكريم بالنسبة للناس. فلماذا نبحث عن الأنماط يعني من الأجنبية إن كان بالاشتراكية أو الرأسمالية، وعندنا تجارب مجتمعية عربية وإسلامية ممكن أن تكون يعني أنماط معتبرة في ونعدها من أنماط مؤسسة الرعاية الاجتماعية، فلا ترى معي ذلك؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور. العفو دكتورة إذا اسمحي لي، عندنا تعقيب موجود بالخانة الرسائل، تعقيب من الدكتورة الأستاذة الدكتورة ذكرى البناء، وهي متخصصة في الأنثروبولوجيا في الاجتماع والأنثروبولوجيا طبعا. تقول الدكتورة ذكرى: مشاريع العتبة العباسية والحسينية
العتبة العباسية والحسينية أظن مفهومة باعتبار التابعة للمرقد الإمام العباس وتابعة للمرقد الإمام الحسين عليهما السلام. مشاريع العتبة العباسية والحسينية تبني مستشفيات ومدارس وجامعات ومجمعات سكنية فضلاً عن المشاتل والمناخل، فهي تخصص جزءاً منها للرعاية الاجتماعية للفئات الهشة، أطفال، أرامل، مطلقات ومعوقين، كبار السن، ومن جهة ثانية تستخدم الأموال للاستثمار والتنمية. فالمؤسسة يعني لا تقتصر على راتب مادي، بل هي لحفظ كرامة الإنسان. فما رأيك دكتورة؟ تفضلي دكتورة كنزة. نعم، إذن شكراً لكل المتدخلين على أسئلتهم التي طبعاً تغني النقاش. إذن بالنسبة للأستاذ الباحث الذي طرح سؤال حول أعطاني مفهوم لا يغير المفهوم في حد ذاته، فهذا المفهوم متبنى في المملكة المتحدة، مفهوم welfare state. هذا المفهوم هو متبنى في المملكة المتحدة، لكن هو يتأسس على نفس المنظومة، وهي الاقتطاع الضريبي ثم التوزيع، اقتطاع ضريبي ثم توزيع وإعادة توزيع الثروات على من هم في وضعيات احتياج. وبالتالي هي المؤسسة هي نفسها، لكنها تسمى ويلفير في المملكة المتحدة، تسمى إيتات بروفيدونس في فرنسا والدول الأخرى المجاورة. بالنسبة لما لدينا حسب الأستاذ، هناك التخطيط، نعم طبعا هناك إشكال يتعلق بالمفاهيم، فنحن المفهوم يعني لم يتأسس عندنا ونحن قمنا بترجمته، فهناك من يتبنى مفهوم الرفاه الاجتماعي، ومن يتبنى الرعاية الاجتماعية، ومن يتبنى مفاهيم أخرى، لكنها هي نفسها تؤدي نفس المعنى، الاقتطاع الضريبي والإعادة التوزيع المؤسساتي، يعني إدارات عمومية هي التي ترصد الناس الذين هم في وضعية بطالة، في وضعية فقدوا شغلهم أو محتاجين لتأمين صحي أو كذا، وبالتالي يتم توزيع هذه الخدمات عليهم انطلاقا من الإدارة وليس انطلاقا من المحسنين. النقطة الفيصل ما بين المنطقين معا هو هذا، هو أن يأخذ المواطن من الإدارة حقه الذي يعرف بأنه ذلك حق له لا يناقش، وما بين أن تذهب ثم تعود إلى جمعيات مؤسسات اللي هي فيها عندها طابع تضامني لكي تأخذ مساعدة معينة، ويمكن أن لا تأخذها، لأنه كما نعرف أنه يمكن أن يكون هناك منطق الزبونية ومنطق سوء التدبير إلى آخره. لما لا يكون الحق حقا مؤسساتيا فهو لا يكون مضمونا، وهو يكون مهينا للكرامة، وبالتالي من لديه أنا فقد يضل وضعية احتياج ولا يستفيد ما دامت هناك هذه الإكراهات. وبالتالي فأولا هناك المفهوم الذي يتباين من المصطلح فقط، هو الذي يتباين من بلد إلى آخر انطلاقا من اللغة، ثم نحن استوردناه ويمكن أن نعطيه مجموعة من يعني المقابل في عبر الترجمة. لكن المفهوم المؤسساتي يختلف اختلافا كبيرا عن المخططات والاستراتيجيات التي لا تضمن بشكل مؤسساتي إداري حقوق لأصحابها. طبعا الأستاذ خالد والأستاذة طبعا تقريبا نفس السؤال. أنا تحدثت عن ما سميته بالإرهاصات الأولى للرعاية الاجتماعية اللامؤسساتية، قلت بأنه في المشرق هناك يمكن أن نعتبر بأن الزكاة هي أحد أشكال الرعاية الاجتماعية للمواطنين. تحدثت أنه تاريخيا المأمون يعني أسس مستشفى يقدم خدمات بالمجان للمواطنين. تحدثت أنه أيضا في الغرب في
تلك في فترات يعني قبل يعني الثورات التي قامت بتحديث البنيات في المجتمعات الغربية، كانت الكنيسة وكانت المؤسسة الملكية ترصد مساعدات للمواطنين، وهو ما لا يزال عندنا، لا زلنا نتبنى. إذا المشاريع طبعا كل بلداننا فيها مشاريع تتبنى المساعدة، لا نقول أنه ليست هناك مشاريع ومخططات واستراتيجيات. ذكرت هذا وأنا أعطيت مثالا فقط لبلدي، لا أريد أن أتجرأ على أي بلد آخر لأنني لا أعيشه ولا يمكنني، لا حق لي في ذلك، لكن تحدثت أنه عندي في بلدي لا توجد هناك رعاية مؤسساتية، لكن رعاية استراتيجيات لمحاربة الفقر، لمحاربة الهشاشة عبر مجموعة من المشاريع، من المساعدات للأرامل، لليتامى، عندها علاقة ببطاقة الرميد، تمنح خدمات لكل الناس المحتاجين إلى آخره، لكن يبقى هناك مع ذلك خلل. ما دام يبقى هناك محتاج لا يستفيد ويظل في وضعية احتياج، فإذا هناك خلل نحتاج لتعميم الرعاية بشكل مؤسساتي، بشكل يضمن الكرامة لكل المواطنين ولا تجعل أحدا يحس بالحجرة. نحن بالمغربية نقول حجرة بمعنى حالة من الإحباط، من الظلم الذي يحسه المواطن لما يكون ذلك الظلم مصدره وبلده. هذا ما أقصد، لكن لا أقصد بأنه لا توجد هناك رعاية في بلداننا، لكن المشكل أنها بمنطق الصدقة والإحسان. شكراً جزيلاً للأستاذ الدكتورة كنزة القاسمي. قد كانت محاضرة فكرية معرفية ثقافية وحوارية مميزة وجميلة. هذا التقدير يفوقه تقدير آخر، وهو تقديم السيد عميد كلية الآداب في جامعة المستنصرية الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم الشهادة التقديرية الأستاذة الدكتورة كنزة القاسمي، فليتفضل. تفضل دكتور. شكرا دكتور وسام، وكل الشكر والاحترام والتقدير للدكتورة كنزة على هذه المحاضرة الرائعة والمميزة، وعلى هذه المداخلات من الزملاء المفكرين والعلماء والأساتذة من مختلف الجامعات العربية والجامعات العراقية. شكرا لهم، وشكرا لك دكتورة. نتشرف بتقديم هذه الشهادة التقديرية من عمادة كلية الآداب الجامعة المستنصرية، ممزوجة بمحبتنا واحترامنا وتقديرنا العالي والكبير لك، على أمل أن نلتقي بك في محاضرات قادمة. نتمنى لك العمر الطويل والمزيد من النجاح والإبداع العلمي والمعرفي والثقافي، وتقبلي وافر احترامنا وتقديرنا ومحبتنا لك ولجميع الحضور الكرام من الأصدقاء والأخوة والزملاء الذين شرفونا بحضورهم هذه الأمسية المعرفية الثقافية. نتمنى للجميع الخير والسلام والمحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً للسيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم لتقديمه الشهادة التقديرية للأستاذ الدكتورة كنزة القاسمي. إذا كانت لديك كلمة دكتورة فتفضلي. بالعكس، أنا من يشكركم دكتور عبد الباقي على الدعوة وعلى التواصل، حسن التواصل، وعلى ترأسكم لهذه الأنشطة الرائعة التي فعلا هي استثنائية في بين جامعاتنا العربية، وهي تشكل الريادة وتساعد يعني تمكننا من مد الجسور وفتح نقاشات بكل حرية، وليست هناك أي حدود لحرية التفكير. فعبر كل النقاشات التي كانت هنا يسعدني أنا من أتشرف أن حين أكون بينكم أحس فعلا بأنني في وطني ولا أحس بأي غربة، أحس بأنني بين إخواني، وأعتز دائما بأن أكون بينكم ويشرفني ذلك، بل ذلك هو تلك هي الشهادة وذلك هو الشرف. وكلماتكم الغالية المرحبة دوما هي دائما وسام على صدري، وأنا جد ممتنة وأنا جد سعيدة حين أكون بينكم. وأشكر أيضا الدكتور
الدكتور وسام البكري على حسن تواصله الدائم وحسن إدارته لهذه المنصة. شكراً لزملائي الأعزاء على حضورهم واهتمامهم ومشاركتهم. أتمنى أنني قد استطعت أن أثير التفكير حول موضوع شائك يهم قضايانا الأساسية في هذا الوطن، ونحن فعلاً في حاجة لأن نثير شغب السؤال وشغب الفكر الحر، وأن يعني أن نمد جسور التفكير فيما بيننا لكي نكون فعلا فاعلين في هذا الواقع المتردي الذي نتقاسم التواجد فيه. شكرا لكم، وأتمنى أن ألتقيكم في محاضرات أخرى. شكرا جزيلا دكتورة كنزة. شكرا جزيلا لك. لقد نحن في صراحة نعدك من العلماء العديدين في هذا المجال، مجال الاجتماع والأنثروبولوجيا، ونحن سعداء بمشاركتك لنا هذه الجلسة المسائية الجميلة والرائعة. أجدد تقديم وافر الشكر والتقدير لحضرتك. أقدم وافر الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر على حضوره ورعايته لمنصة كلية الآداب الدولية، والتي تسهم في تنشيط البيئة الثقافية وتعزز من صور التلاقي والتبادل المعرفي بين مثقفينا في البلدان جميعا. لا أنسى الحضور الكريم أن أقدم له وافر الشكر والتقدير لحضوره ومشاركته في تقديم التعقيبات والملحوظات الجميلة والرائعة. شكرا جزيلا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأمل أن نلتقي وإياكم في محاضرة ثقافية أخرى ممتعة. في أمان الله.